شددت الصين على أن التقرب بين بيونغ يانغ وموسكو شأن خاص بهما، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليان جيان إن كوريا الشمالية وروسيا دولتان ذات سيادة، والكيفية التي يطور البلدان من خلالهما علاقتهما الثنائية هو شأن خاص بهما، مشيرا إلى أن بكين لا تعرف بالتحديد وضع التبادل الثنائي والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا.